سمكة الميرو يتعدى وزنها 20 كيلوغرام، غانمة جيدة بالنسبة للرايس يونس. عندما يكون المناخ جيدا هنا في مياه البغاز يغادر يونس وفريقه الميناء في حدود 10 ليلا للإبحار 18 ساعة تقريبا، إيقاع عمل صعب خلال هذا الشهر الفضيل. والو مدا كنكوزو فهمتيني به خير، وكان البحر هو اللي كيوزنا فهمتيني، كنكونوا مزيان مع بعضياتنا وناشطين وهذيك ما كاين لا صداع. المهم تمارا حنايا جايزي فيها فهمتيني، والحمد لله كنخدموا وكنجيو بخير وعلى خير. رمضان كينزل داك الشيء من عند الله بالصبر ديالو بكلشي ديالو، واخا الحراره واخا اي حاجه. ماشي ملي كتلقى الصعوبات هنا من بنادم ابيع وشراء، ملي كتجي لنا كنلقى منه الصعوبات. شهر رمضان هو أيضا فرصة حقيقية لتحصيل مداخيل أكثر بالنسبة للصيادين، ذلك أن استهلاك الأسماك يرتفع بشكل ملموس، وبالعودة إلى الميناء يبدأ تسويق ما جاد به البحر وبأحسن الأسعار. خصوص قطاع الصيد يعني كتكون واحد النوع ديال الحركيه، واحد النوع ديال لان في هذا الوقت هذا البحاره شويه كيكونوا فرحانين، بالنسبه مثلا الاثمنه شويه كترتفع، كاين استهلاك كيكون قوي ديال السمك، كاين طلب. قضاء أطول فترة ممكنة في البحر في شهر الإمساك والتأقلم مع تغيرات المناخ مخاطر وغيرها كثير يواجهها من اختار الصيد البحري مهنة له، مهنة تستلزم الصبر سواء في رمضان أو خلال باقي شهور السنة.